أحد مشاريع البحث العلمي الأوروبي تم تطوير جهاز لتوليد الطاقة من الماء. هذه الطريقة لا تعتمد على الغازات القابلة للاشتعال من أجل توليد الحرارة اللازمة في عملية اللحام، بل تنتج طاقتها بشكل ذاتي. كل ما يحتاجه نظام التحليل الكهربي هو التيار الكهربائي العادي والمياه. الجهاز يقوم بتفكيك ذرات الماء إلى غازي الهيدروجين والأكسجين، ومن ثم تزويدها في مشعل لإنتاج اللهب. اللهب الناتج يمكن استخدامه في عملية اللحام أو في أي تطبيق صناعي آخر. المبدأ هو استخدام الماء لإنتاج الطاقة. فكرة جهاز التحليل الكهربي ليست جديدة، لكن تطبيقاتها كانت محدودة بسبب التكلفة العالية للأغشية الراشحة وللمعادن المحفزة للتفاعل كالبلاتينيوم. الباحثون يحاولون تخفيض نفقات هذه التقنية. فريق الكيميائيين يعمل على إيجاد تراكيب جديدة للغشاء الراشح، وقد ساعد ذلك في تحسين أداء المحلل الكهربي. كما نقوم بالكثير من الأبحاث حول عملية التحفيز بهدف تقليل كمية البلاتونيوم وإيجاد مواد أرخص لاستخدامها في الخلايا. هذا البحث أفاد في تخفيض التكاليف بشكل كبير. عندما يصل الهيدروجين والأكسجين إلى المحرق، فإن تفاعلهما ينتج نوعاً من اللهب أقل حرارة وأسهل على التحكم من اللهب الناتج عن تفاعل الأكسجين والأستيلين أو الغاز. الشعلة أخف وهجاً مقارنة مع لهب الأوكسي أستيلين، لكنه لهب متجانس وليس مركزاً في بقعة حرارية واحدة، ووهجه أقل إيذاءً للعين، لذلك فنظارتي فاتحة اللون. الأستيلين المضغوط والمعبأ في جرار معدنية يشكل خطورة كبيرة، واستخدامه محظور في كثير من المواقع مخافة تسربه، كما أن لهبه شديد الحرارة، لذلك فإن استخدامه مع معادن حساسة كالألمنيوم ليس بالأمر السهل. الحرارة العالية والسرعة الكبيرة تصهر القطعة بسرعة كبيرة، وهذه تعد إحدى الجوانب السلبية. اللهب المتولد عن الهيدروجين أنظف من الناحية البيئية، فاحتراقه يخلف الماء فقط. بالمقارنة مع الغاز الأستيلين، نتوقع أن تكلفة الغاز في هذا الجهاز ستكون أرخص ب20 مرة من الأستيلين. تخزين الغاز وإجراءات الحماية وثمن المادة نفسها هي ما يجعل سعره مرتفعاً. الشركات الصغيرة والمتوسطة ستتمكن من الاستفادة من كل هذه الميزات وتقييمها في القريب العاجل، ما إن يتم ضخ هذه التقنية في الأسواق. اختصاصي عمليات اللحام في المملكة المتحدة يقومون باختبار لنموذج التحليل الكهربي بدقة قبل عرضه في الأسواق. واحدة من الفوائد الرئيسية لهذا النظام هو أن المحرق يبقى دائماً بارداً، فاللهب المنتج يتم حرقه في الخارج. حتى عند استخدام المحرق فإنه يبقى بارداً، وبعد انتهاء العملية يحافظ على برودته، لذا يمكن وضعه في أي مكان.